ايه العمل اللي انت ما عملتوش ونفسك تعمليه؟ لا زمان وانا صغيره زمان كنت اتمنى اعمل الفيلم بتاع شاديه اللي هو والله يا زمان ما بيدينا زمان. ايوه ايوه اسمه نحن لا نزرع الشوك. نحن لا نزرع الشوك. اشمعنى يعني ده قهر قوي؟ انا عارفه انه قهر. انا كنت هي هتلاقي نفسها هنا. لا بس هو ايه، انا كنت حاسه ان هي عدت بمراحل كتير قوي. يعني كان كذا شخصيه، كانه شخصيات مختلفه عملتها شاديه في شخصيه في فيلم واحد. لو جالك ده دلوقتي تعملي ايه؟ لا ما ينفعش، مش عايزه كبرت على السن. ما ينفعش. بس قولي لي حاجه مش هتنسيها مع نجم، اشتغلتي مع كل النجوم تقريبا يعني واسامي تكون. بس في موقف اكيد انت ما بتنسيهوش مع حد، مع نجم إيه؟ معين. بصي كل النجوم يعني، انا مثلا كريم عبد العزيز هو اللي رشحني ان انا اعمل. بحبه قوي. عارفه انك بتحبيه. كلكم بتحبوه وانا بحبه والله طبعا. كريم عبد العزيز طبعا كنت سعيده ان انا، لان هو اللي اختارني عشان اعمل دور مامته في الاختيار. لا مش في الاختيار، في الزيبق. في الزيبق، سوري، في الزيبق. فطبعا يعني كريم سعيده قوي ان انا كنت ساعتها انا وهو نشتغل مع بعض، او انا اشتغل معاه يعني. فالمهم طبعا مش مواقف معينه، بس هو تحس ان هو كنجم لذيذ قوي في الـ في الـ كريم، او متواضع ولطيف لذيذ قوي كمان، وبيحب. وبعدين ايه، لما دخل البيت الديكور بتاع البيت كان عاجبه جدا، وان هو البيت فيه حميميه وفيه دفء وفيه بتاع، فقعد مبهور قوي بالديكور وسعيد بيه قوي، وكان سعيد بينا ان احنا اسرته. كانت انا وسهر طالعه بنتي اخته، وكان طالع زكريا الله يرحمه. الله يرحمه. ف يعني انبسطتي انك اشتغلتي معاه؟ كنت مبسوطه. انا كمان انبسطت ان انا اشتغلت مع محمد سامي. طبعا يعني محمد سامي الحقيقه برضو يعني من النقلات، مخرج. طبعا النقلات. وبس يعني محمد سامي طبعا عملت معاه البرنس، وده كان بالنسبه لي يعتبر نقله يعني، حاجه حصلت لي. كان لؤلؤ قبلها؟ لا لؤلؤ كان بعديها. كان بعدها. بعدها كان بعد البرنس. بعد البرنس. بس البرنس بقى عارفه اول مره تحصل لي حاجه زي اللي حصلت، ما كانتش حصلت قبل كده. انت طلعتي كل. لا انا بتكلم على إن النجاح، أنا النجاح والترند اللي حصل، انا ما حصليش قبل كده، وبعدين لسه ما فيش حاجه تانية حصلت. حصلت كده. فانا بالنسبه لي محمد سامي برضو عمل لي نقله حلوه. اول لقاء مع سامي كان عامل ازاي؟ عشان انا سامي ده يعني عشره عمري، فانا حافظه. ده حبيبي. وانا بقول لك اول لقاء بقى كان بينك وبين سامي كان عامل ازاي؟ والله انا كنت لسه ما اعرفوش قوي، وبرده ايه اللي هو برده حذره يعني، انا ما بعرفش حد قوي. بتبقي يعني لسه عارفه بعمل. طبعا هو مخرج وانا ممثله وبسمع كلامه مش عارفه ايه وبتاع، بس حتى لو واخد عليه برده هسمع كلامه يعني. بس قصدي اقول لك انه كنت لسه يعني ايه، ما احناش كسر التلج هو في ثانيه. هو راجل لذيذ جدا، وراجل بيحب الممثل الكويس قوي. يعني بيقدر الممثل الشاطر. بيقدر الممثل الشاطر جدا جدا، بيحبه جدا. فانا يعني، وبعدين انا الادوار اللي خدتها معاه كانت حلوه، فطبعا حاجه ما اقدرش انساها يعني، انه الادوار كانت كلها حلوه، وكان هو من النوع اللي ملحوظاته بيديها بطريقه بشكل لذيذ او كده او بتاع. مهم ده طبعا. بس طبعا ده ما يمنعش ان انا كل الناس اللي اشتغلت معاهم، مثلا كامله ابو ذكري، سامح عبد العزيز. كامله طلعتك من غير ميك اب، احنا طلعناك النهارده ما ودناكيش كوافير. كامله طلعتك 30 حلقه. انا الكهرباء اللي 30 حلقه. الكهرباء مش انت. بس يعني انت جبتيها فينا، بس انت النهارده كامله قعدتك 30 حلقه من غير. بالعكس، جايه وبتضحك وجميله. لا لا لا، ومش عارف انت هوتيها ليه؟ لا هوتها، لازم اهوتها. وانت تقدر ما تهوتش كامله؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف يعني. بس ما ينفعش، اصل اولا هي ست مخرجه كبيره وليها نظره. ايوه طبعا، ليها نظره. المخرجات في مصر. انا كنت بس خايفه ان اول مره ابقى بطلع من غير ميك اب خالص، ولا فاونديشن ولا حاجات. لا لا، لما كانت بتسمح بحاجه كانت تقول لي شويه روجاجو، روج خفيف، تحطي كحل جوه في عينيكي بس. بعدين انا رحت مره شفت سجانه عامله ميك اب اكتر مني. كنت صورتها وما اعترضتيش، ما قلتلهاش بصي. لا ماليش دعوه بقى، خلاص انا بعمل دوري، انا اهم حاجه عندي دوري. طب بما ان البرنس بقى عمل بوم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وكمان محمد ياسين، ما اقدرش انسى محمد ياسين. وما اقدرش انسى مثلا استاذ احمد صالح، ما اقدرش انسى اسامي كتير قوي، ونقلي اشتغلت مع ناس اسامي كبيره كلها. كلهم اثروا فيا
وكل واحد بشكل مختلف حته يعني اكيد ما انت بتستفيدي من كل واحد بتعدي عليه. ودي حاجه حلوه على فكره انك تشتغلي مع ناس كتير فتاخدي خبره من كل حد.